سادة مشاهدينا اهلا بكم، برحب بكم ولايف جديد مع المنتجة ليلى الشبح. المنتجة ليلى الشبح هي صديقة شخصية ومقربة جدا للموسيقار الراحل حلمي بكر، عندها تفاصيل كتير وموجودة معانا على ساحة السوشيال ميديا وهي ترند دلوقتي. فهذه القصة كانت بتدافع باستماتة على حق الموسيقار الراحل. دلوقتي احنا عندها وموجودين عندها، هي ضيفتنا على شاشة صدى البلد عشان تحكي لنا التفاصيل اللي احنا منعرفهاش. الموسيقار حلمي بكر اتعرض لإهانات ويتعرض لتعذيب ويتعرض لحاجات كتير من هذا الجانب. خليها تحكي لنا التفاصيل وتقول لنا مين السبب واخر ايام حلمي بكر كان شكلها ايه. ادعوا ناس كتير، اقاويل كتير جدا. احنا دلوقتي مع المنتجة ليلى الشبح، برحب بك يا استاذة ليلى. اهلا وسهلا. عايزين نعرف الموسيقار حلمي بكر. ناس كتير قالت عليه ان هو تعرض لإهانات وتعرض لتعذيب وتعرض لحاجات كتير جدا وما شابه ذلك من هذا الجوانب. عايزين نعرف ايه القصة. زوجته اللي معاه دلوقتي هي اللي متهمة في كل الاقاويل، مش اتهامات رسمية، ان هي السبب في كل الكلام دوت، وان هي حرمته من بنته، وان هي كانت بتحبسه، وان هي كانت خطفاه. طبعا دي كلها اقاويل. احنا عايزين نعرف الحقيقة بصفتك انتي مقربة للأستاذ حلمي وكنت عايشة معاه بعض الاجواء دي. طبعا كلنا عارفين اللي حلمي طلع على قنوات كبيرة وكذا مرة من كام سنة وقال نفس الكلام، انا ما بقولش او بكذب عليها او بفتر عليها. حلمي صديقي من 7-8 سنين. اول ما عرفت بيه طبعا عشان الناس تقول لي انا عارفة ليه او بركب ترند ليه او بتكلم ليه على حلمي بكر بصفتي ايه، حلمي كان بيهاجمني في البرنامج مع الاستاذ وائل ابراشي الله يرحمه. كنت انا عامله غنوه لبناتي، الغنوه كانت عامله قلق على السوشيال ميديا، غنوه الواد بتاعي اسمه لبراي، فكان على الهوا مباشر كان الاستاذ حلمي بكر والاستاذ هاني شاكر فكانوا بيهاجموني. فساعتها خلصت اللقاء وقلت لازم اعرف حلمي بكر وهاني شاكر بيهاجموا عيالي ليه. تواصلت معاهم وجبت ارقامهم ومن ساعتها بقينا اصحاب. بعديها هو قال لي يعني انا بتعذب، انا يعني حرماني من بنتي وعايز اشوفها وبتاع. قال لك كده بالنص، انا بتعذب عشان بنتي بعيد عني وهي زوجته هي السبب في ده. هو ما قاليش بصفة مباشرة. طبعا هو فوض امره لناس كتير جدا والناس كتير في يعني بعدوا عنه ما عرفوش يعملوا حاجة معاها. وفي ناس كتير وقفت معاه وبرده هي افترت عليهم. فلما الفنان نادر ابو الليف حي ان يرزق طبعا هو اللي قال له ليلى الشبح هي اللي هتخلص الدنيا دي كلها، وناس كلموه قالوا له ليلى الشبح اللي هتخلص الدنيا، وتواصل مع نادر ونادر تواصل معايا. قلت له لا طبعا ده موضوع عائلي، لا وانا مش عايزه ده، خلينا كده اصحاب من بعيد، هو كده هاجمني مع عيالي فخلينا من بعيد. قال طب والله يعني هتيجي وتشوفي واللي انت حريه التصرف يعني تتدخلي او لا. رحت بالفعل. كان في العيد الصغير في سنه من السنين يعني. رحت رايحه لهم الهضبه. اول ما رحت له وراني طبعا حكى لي القصه كلها، هو بيتعذب وبيتهان. فاول قلت له ازاي يعني ازاي بتعذبك وجابت بلطجيه وازاي وانت الاستاذ حلمي بكر يعني هو عملاق. فقلت له ازاي ما توصلتش ليه مع الحكومه عندنا مع يعني مع الشرطه مع الجيش مع اي حد، ما صعدتش الامر للمسؤولين وخدت اجراء رسمي؟ قال لي صعدته قبل كده، مدت بيها عليا وجابت لي بلطجيه وعملت محضر في اسم العجوزه وقالوا دي محكمه اسريه او ما اعرفش ايه كده يعني محكمه الاسره، ده شان محكمه الاسره. واحتفظ يعني المحضر او القضيه حفظوها. قلت له طيب. قال لي هانتني وجابت لي بلطجيه، طب بصي وعذبتني وجسمي متكسر وجسمي متعور وبقت طفي في جسمي السجاير. جسمي متعور وجسمي متكسر وبتطفي في جسمي السجاير. يعني بتطفي السيجاره وهي متولعه في جسمه. فقلت له ايه ده؟ فراح قايل لي اهو اوريكي. امال لو ما كانش يا استاذه ليلى، امال لو ما كانش نجم كبير زي الاستاذ حلمي بكر، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. فقلت له وريني عشان ما اكونش مفتريه عنه، ليه يمكن هو بيفتري عليها. فالمهم راح وراني بطنه، وراني دراعاته وطفت السجاير. كان متعور هنا.
كل ده كان نادر ابو الليف كان موجود. كان موجود وحاضر. طبعا ما هو اللي جايبني ليه. طبعا نادر ابو الليف يا جماعه موجود، انا يعني ما بتكلمش بجيب حاجه من عند امي. فقلت له ايه ده؟ بكى. فلما علينا. لما بكى انا قلت له معاك قلبا وقالبا، يعني انا كليلى بكيت عليه وبناتي كانوا موجودين. فقالوا لي يا ماما وصعبوا عليه جدا، فقلت له انا معاك قلبا وقالبا. كانت طرداه من الشقه وكانت واخده منه العود، واخده منه كل حاجاته اللي هو يعني اللي هي التراث تاريخ الاستاذ حلمي بكر كله كان عندها هي محتجزاه. قلت له خلاص ماشي اللي انت عايزه انا هعمله، هدخلك البيت وبتاع والدنيا دي كلها. طيب الكلام ده كان من فتره كم سنة؟ من فتره قد ايه فاتت؟ لا من كام سنه انا مش فاكره. طب تقريبا يعني مش تحديدا. من سنتين. تمام. من سنتين. المهم ف الايام اللي فاتت دي هو كان مطلعها طبعا. لما تعب اخر مره من كام شهر نقيب مصطفى كامل وده مستشفى في المهندسين طبعا نقابه بتاعي. تمام. فانا عرفت فرحت رايحه لهم على طول. كانت حالته طبعا يعني كان تعبان، والدكاتره هناك بصراحه قاموا يعني بدورهم كامل.